Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله قد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله بسم الله
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.